تكونت الجمعية سنة 2008 في شهر 5، وعلى حد ساعة الحمد لله هي الحمد لله شادة مسارها، والحمد لله ما كان مشكل وماشي الحمد لله في اتجاه الصحيح. هذه القدرة كنورثوها من الجداد، يعني كانت عندنا بكري في المناسبات والعراس والافراح وكذا، ولكن كان واحد الوقت انقرضت، كان واحد الوقت انقرضت، ولكن الحمد لله ملي حنا طوعنا، حنا الحمد لله تقريبا خالق اللي عنده 40 عام 50 عام 42 عام ياك فهمت. والمهم الحمد لله طوعنا باش نكونوا هالجمعيه هذه، والحمد لله خارج الوجود. ملي خرج الوجود الحمد لله، وهي الحمد لله على حد الساعه الحمد لله هي خدامه في فرقه دم. ملي كتدخل رقاصه، ملي مثلا يعود نقار ينقر، راه هي كتمشي معاه، كدير دوك الحركات مثلا ياك فهمت. منين يعود يهبط هو، هي كتطلع لفوق، ومنين تهبط هي، هو كيطلع راقب ياك فهمت. هذا هو علاش دا اسمه. ومنين كتدخلوا طبعا على انها لابد تعود الفرقه مقسمه، تكون المراه في هذا الزر والطفله والمراه الاخرى في هذا الزر، هكا باش تكون مثلا يعني واحد يعطي واحد الصوره، تلقى الانسان اللي بغى يصور مثلا كيعطي واحد الصوره، يعني واحد الصوره ممتازه. بنت خاصه بهذه المنطقه، خاصه باصزاك، والحمد لله يمكن شاركنا في المهرجان في الرباط، بوزكار، نقليمي، طنطان. العدد فيها 20 واحد، وفيها جوج عليات و 18 ديال الرجاله. والحمد لله على انها الجمعيه بلا رقاصه ما هي جمعيه. ومنين تعود الرقاصه في الجمعيه مثلا كتعطي واحد الشو ديال النوره، رغم ان ذاك الجمعيه خاصة معناها الرقاصه خاصها تعود تبين ذاك الشيء اللي عندها، ولكن زعما عمل استحواذ شويه ديال النساء مع تكون مع العائله كذا، الى عاد تبان عليها ما عندها مشكل، تكشح عن ذاك الشيء اللي غادي يبان لها. ولكن منين يعود النساء خارج يعني شويه اطراف ولا كذا، كتكون كدير هذا الحولي هكا باش ما يعود مثلا وجهها ينشاف، ولا يعني طبيعتها هي هذه، مثلا طبيعتها هي هذه ياك فهمت. ولكن ملي كان الناس الرقاصات اللي هما ما عندهم غراض، ما الدنيا هانيه، هي هذاك هو ميدانها وهذاك هو يشتغل فيه، تكشح ما تكشحش عادي، ذاك الشيء ما عنده. كاين في قليميم وكاين في كل البلاد، ولكن حنا رغم الانسان كتكون العائله وكذا متخلطه شوي، كاين واحد شويه ديال الاحترام ياك فهمت، ما بدل شويه. ولكن ملي تعود غير عائلتها والله كذا تكشح شيء عادي. لا هذا الحال شوي، هذا ازمه شينه، ولكن نتمنى الله تبارك وتعالى الله يفكها بخير على خير. وراه الحمد لله، الحمد لله المغرب راه ماشي في الزمن الصحيح، على انه الحمد لله راه ماشي احسن من كاين الناس اللي دقت الدقه الثانيه، وكاين الناس دقت الثالثه، ونتمنى ان شاء الله الخير، ونتمنى ان شاء الله المهرجان يكونوا، ونتحركوا حتى حنا في طنجه وفي الرباط وكذا وكذا. وهذا هو المطلوب كاع الحمد لله من الجمعيه، وهذا هو اللي عندها رغبه، وعندها رغبه الا كان حتى ممكن تخرج برا يعني لاوروبا، راه ما عندها اشكال.